هو صدم بأنه كيف اعتقلوا فلان، كيف اعتقلوا فلان. هو ما عنده شغل وعمل إلا الحديث ضدي، فجأة اعتقل فلان، وكان اعتقالا مدويا لأنه اعتقلت وأنا معمم، واعتقلت وعرف أنه اعتقلت. كلف والدته الله يرحمها، أعتقد ماتت، أعتقد أو إذا حية الله يطول عمرها، بأن تدخل إلى بيوت الناس وتقول لهم بأنه هذا الشيخ لم يعتقل. طيب وين راح هذا الشيخ؟ تقول لهم هو ترك عائلته وهرب. وين هرب؟ هرب إلى إيران.